صارت لموظفين داخل مراكز بسبب الاجراءات مالتنا الوقائيه. الحمد لله وشكر ما عندنا كل اصابات، اكثر اللي عندنا دين صابون نتيجه الملامسه بالمنطقه مالته عن طريق خارجي. نعم 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 مو عن طريق داخل الدائره. زين شلون تتم اليه التعامل مع المصاب المنتسب او الضابط داخل المرور؟ الوقت التوجيهات راسا عند سوي له حجر منزلي 14 يوم. نعم. لما نثبت من الحاله مالته، اذا مثلا لا سامح الله طلع به المرض يستمر بالتمتع مالته لما شو اسمه. نعم سياده اللواء، هسه كل المراكز اللي موجوده ببغداد وباقي المحافظات انفتحت كلها مفتوحه لتسجيل لاول مره فقط.